هذا أخي. آه إلين، حسن، وينه؟ وينه حسن؟ وينه؟ ما في حدا هون، حسن كان بسجن، ليش اي ما طلع؟ كذب، هذا الحقير عم يكذب، الآثار وصلتنا لهون، داست رجال وداست مرة. بابا! أنا وبنتي، ما في حدا غيرنا هون. معناها الآثار لهدول الاثنين. ما في حدا، قلت لكم ما في حدا. يرجع عن هالحالة حسن، رح أقتلك لما بتوع بإيدي يا حسن. داود يلا تعال. لآخر مرة بسألك، اجوا لهون ولا لا؟ إذا كنتوا عم تكذبوا علي رح أقتلكن. عم قلك لا شفت ولا سمعت شي بالمرة. وإنتي؟ إنتي شفتي حسن؟ إذا كنتي عم تكذبي يا حلوة، إنتي عم تخوف بنتي. خلونا نروح من أي جهة، لأنه في مغارة بهالمنطقة. إيلين بترجاكي لا تبكي، خجلان كتير من حالي، تركني. أنا شو عملت؟ إيلين خلصنا، تركني. أنت واحد مجرم، أنت اللي قتلت أبي، مجرم. أنا حلفت يمين إني أقتلك، أنت مجرم، مجرم، وقتلت لأبي، مجرم. إيلين مجرم، مجرم. بكفي. إيلين بكفي، إيلين، إيلين بكفي. خدي، خدي لكن تليني، تليني، تليني وخلصيني. يلا Oh, my God.
بابا سامحني. إيلين، 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 إجينا يا أختي. إيلين، إيلين وافي. إيلين. حسن أخي. إيلين وافي. إيلين. إيلين. إيلين وافي. جينا يا أختي. إيلين، إيلين، لا تعمليها، لا يا بنتي. إيلين، أختي. بابا، بترجاك تسامحني بابا، ما كنت قد المسؤولية. رح أقتلك يا حسن. أخي لا تقتله. نزل سلاحك حكمت. رح تقتليني بنفس السلاح يا زهرة؟ ما هاي البارودة لزوجك محمود، أداة الجريمة. ترجيني، ترجيني مشان سامح ابنك. أبي أتلك زوجك وأنا رح أقتل ابنك. لا بابا، ما أتل حدا. لا لا. مالو قاتل. التاني على راسك يا حكمت، عم اقول لك اتركه. اخي داود، جيبه من هنيك. لا لا، الكلي نزل سلاحه، والا والا برمي حالي لتحت. إيلين، شو عم تحكي؟ اتركه يا أخي، اتركه لحسن. أنا 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 بحبه يا أخي. إيلين، لا، هذا قتل أبونا، هذا قتل أبونا. ما كان ذنبه يا أخي، كان صغير وقتها، بس بس الذنب كان ذنب أبي. إيلين، إيلين، Thank you.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.